مرحبا، معكم كرييتيف ايد. كيف سيبدو شكل ايفون 7 وهل سيكون مشابها لهواتف ابل السابقه؟ كشفت صور جديده ان ايفون 7 ربما سيبدو مشابها جدا ان لم يكن مطابقا لايفون 6، وهذا يعني ان الحواف ستكون مدوره وسيكون الهاتف نحيفا وبهيكل من الالمنيوم القوي. ولكن ماذا عن الجديد؟ كشف المصممان عن تصوراتهما للهاتف الجديد الذي يتوقعانه ان يجمع بين كل من تصاميم هواتف ابل السابقه ايفون 4 و 5 و 6 في هاتف واحد مدهش. ويتصور المصممون ان ياتي الهاتف الجديد مزودا بتصميم شاشه هاتف ابل 4 مع الاطار المعدني من الالمنيوم الذي يميز شكله، علاوه على امتداد سطح الشاشه الذي يميز هواتف 5 والحواف المدوره والنحافه التي تميز هواتف 6. اما عن الجديد في الهاتف المقبل فيقول المصممان انهما يتوقعان طبقا لمصادرهما الخاصه صدور الهاتف بميزتي الشحن ونقل البيانات اللاسلكي. وحسب تصورهما سيأتي الهاتف الجديد بمعالج من نوع A10، الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجا بيكسل. أما عن الشاشة فستأتي من نوع Quad HD Retina، وأن يكون زجاج الشاشة من نوع 2.5D Sapphire. وتتوقع مصادر أخرى أن تحافظ أبل على شكل التصميمات الحالية لهواتفها لعدة سنوات قادمة قبل أن تقرر الانتقال لتصميمات أخرى جديدة تماماً، إلا أن الشركة ستركز كل جهودها حاليا على تطوير إمكانيات الهاتف نفسه ونظام التشغيل iOS. ومن المتوقع أن يتم إصداره العام المقبل، خاصة وأن الجيل المقبل من هواتف الشركة S6 لم يصدر بعد. نشكر متابعتكم، لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني. إذا كان لديكم أي استفسار تركوا تعليق. مرحبا، معكم كرييتيف ايد. كيف سيبدو شكل ايفون 7 وهل سيكون مشابها لهواتف ابل السابقه؟ كشفت صور جديده ان ايفون 7 ربما سيبدو مشابها جدا ان لم يكن مطابقا لايفون 6، وهذا يعني ان الحواف ستكون مدوره وسيكون الهاتف نحيفا وبهيكل من الالمنيوم القوي. ولكن ماذا عن الجديد؟ كشف المصممان عن تصوراتهما للهاتف الجديد الذي يتوقعانه ان يجمع بين كل من تصاميم هواتف ابل السابقه ايفون 4 و 5 و 6 في هاتف واحد مدهش. ويتصور المصممون ان ياتي الهاتف الجديد مزودا بتصميم شاشه هاتف ابل 4 مع الاطار المعدني من الالمنيوم الذي يميز شكله، علاوه على امتداد سطح الشاشه الذي يميز هواتف 5 والحواف المدوره والنحافه التي تميز هواتف 6. اما عن الجديد في الهاتف المقبل فيقول المصممان انهما يتوقعان طبقا لمصادرهما الخاصه صدور الهاتف بميزتي الشحن ونقل البيانات اللاسلكي. وحسب تصورهما سيأتي الهاتف الجديد بمعالج من نوع A10، الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجا بيكسل. أما عن الشاشة فستأتي من نوع Quad HD Retina، وأن يكون زجاج الشاشة من نوع 2.5D Sapphire. وتتوقع مصادر أخرى أن تحافظ أبل على شكل التصميمات الحالية لهواتفها لعدة سنوات قادمة قبل أن تقرر الانتقال لتصميمات أخرى جديدة تماماً، إلا أن الشركة ستركز كل جهودها حاليا على تطوير إمكانيات الهاتف نفسه ونظام التشغيل iOS. ومن المتوقع أن يتم إصداره العام المقبل، خاصة وأن الجيل المقبل من هواتف الشركة S6 لم يصدر بعد. نشكر متابعتكم، لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني. إذا كان لديكم أي استفسار تركوا تعليق.